طيب خليني أقول لحضرتك الوجبات اللي هي الغذائية اللي ممكن تفيد قوي الكلية. يعني نسمع كده مقولة إن الفاصوليا، حباية الفاصوليا بتاخد شكل الكلية، لا هو افيد حاجه، لا هو مش هو دي البقوليات، مقولة بس يعني. لا هو افيد حاجه، الشيء المفيد بشكل، هي طبعا البقوليات فيها فيتامينز مهمه للجسم ككل مش للكليه بس. هي معلومة يا دكتور برضو لكن حابة استفيدها منك، لكن يعني انا دايما اسمع مثلا ايه حبة الفاصوليا هي تشبه الكلية، فهي بتفيدها قوي، او ده لا انا هي سمعتها. فايدتها، لا فايدتها نفس فايده البقوليات، هي فيها فيتامين بي، ده بيبقى مفيد للجسم ككل مش اوكي، للكليه اللي يفيد الوحيده. الكلية بقى ايه يفيد الكليه الأطعمة المهمة؟ بالاساس لازم يبقى يوميا تناول الاكل بتاعنا يبقى فيه حمضيات، حمضيات اللي هي الليمون، البرتقال، اليوسفي، الجوافه. الحاجات دي فيها مادتين مفيدين جدا للكلى، فيها الستريت، لو انت حضرتك نزلت حمض الصيدليه، الستريت. حمض ستريك، حمض ستريك ده هو حمض مفيد جدا اللي بنسميه عندنا احنا ستون انهبيتور، يعني اي حصوايه بتيجي تتكون في اولها كده لو المريض ده بيشرب حمض ستريك يوميا بيفتتها. بيدوبها من الاساس، تمام؟ فده او لو نزلت حضرتك اي صيدليه وجبتي كل الفورات اللي بيستخدموها للكليه هتلاقيها عباره عن مغنيسيوم ستريت مثلا، صوديوم ستريت، اي حاجه فيها فانت ستريت. بتاخدي الستريك اسيد ده وبتستفيدي بيه لما بتشربي الليمون، وبتتجنبي المينرالز اللي هي ممكن تبقى تقيله او لها حمل تقيل على الكليه. غير الحمضيات عايزين برضو نعمل فايده او ناخد حاجه مفيده للكليه، في بعض الادويه المدره للبول بشكل غير كيميائي. يعني ايه؟ يعني مثلا زي اليانسون مثلا، زي الكمون، لو غلينا الكمون وشربناه، زي الشعير. الادويه دي احنا الكليه دايما محتاجه ان كميه البول يبقى بس كتيره. اهم حاجه ان الافراط فيها ما يبقاش برضو بالظبط، اوفر يا بالظبط، دكتور. كميه محدوده يوميا. الفكره انك عشان برضو انت لما بتدر بول كتير انت بتفقد جسمك السوائل بتاعته، بالظبط. لكن هي الفكره ان الكليه علشان تؤدي وظيفتها بشكل كويس لازم حركه البول تبقى مستمره. لما بنستخدم مدرات بول كيميائيه او لها وظيفه كيميائيه دي بتاثر على الدم، بتاثر على الضغط، بتاثر على مشاكل تانية، تمام؟ طيب فده الحاجات دي بتبقى مفيده ان هي بتعمل عمليه اضرار للبول بشكل ما بيأثرش على الكليه، فدي برضو لها فايده بالذات للناس اللي عندها حصوات صغيره او رمل في الكلى، ان الحاجات دي بتساعد فيها تطرد اللي في البداية الكليه. لسه يعني.